السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله اليوم غادي ندير معكم جوله ديالنا في المحل ديال المعنات اللي هما ديال برا. بالنسبه لهذا المحل صراحه عجبني بزاف وقلت والو غادي نشاركو معكم وغادي يعجبكم ان شاء الله حتى نتوما. بالنسبه لهذا المحل هذا اللي كاين في حي الدخله اكادير، بالنسبه لهذا المحل هذا اللي جا بالضبط كيف كتشوفوا في الفيديو اللي جا حدا المدرسه الخاصه ديال مروج الذهب. في داك الشارع كاين بولمان، راه كاين في الاخر ديال داك الشارع. بالنسبه لهذا المحل صراحه كيبيع حويجات زوينين اللي هما حويجات ديال برا، كي كتعرفوا الحويجات ديال برا كيكونوا زوينين. وبالنسبه لهذا المحل هذا هذه هي الواجهه ديالو، وكي كتشوفوا عنده البيكالات، عنده الحوايج زوينين ديال برا، عنده المعنات، عنده الحوايج، عنده سبرديلات، الكوكوتات، الكاميلات، اي حاجه غتبغيوها كاينه هنايا. كي كتشوفوا هما البوسيتات ديال الدراري صغار، وصراحه الجوده ديالهم زوينه، يعني كيبانوا باقي جداد. واش نقول لكم، كاين عنده كل شيء صراحه، كاين شويه شويه من الحاجه من كل فن طرب. وبالنسبه لهذا المحل هذا ماشي غير العيالات اللي غادي يعجب، غادي يعجب حتى الرجال، حيت كنلقى عنده صراحه الرجال، وعندو يعني الحويجات ديال الحوايج ديال الرجال، عنده بالنسبه للحوايج ديالهم كاسكيطات، تيشورتات، سبرديلات، عنده هادشي ديال البريكو اللي كيحتاجو في البريكو، بانوا ليا الشينيورات، بانوا ليا شي حوايج هكا كيحتاجوهم الرجال هكا في الخدمه ديالهم. وبالنسبه للمعنات ديالو صراحه زوينين، يعني كاليتي ديالهم كتبان ليا زوينه. مشيت عند شحال من واحد اللي كيبيعوا هكا بالمعنات ديال برا، ولكن هذا المحل هذا صراحه عجبني بزاف، وعنده المعنات كتاب، وعنده المعنات ديالو باقين يعني كتبان الجوده ديالهم باقا مزيانه. بالنسبه للمعنات ديالو الكاميلات هكا والطنجره ديال اينوكس زوينين، كيكونوا بانوا ليا صحاح انتما كتشوفوهم. بالنسبه لهذه هي بانت ليا ديال غرانيت، وعنده بزاف المعن ديال اينوكس، هانتوما كتشوفوا الطناجر، كاسرونات، كاينين بزاف ديال الحوايج عنده ديال اينوكس، وكاين حتى دوك البريقات ديال القهوه مازال غتشوفو معايا في الفيديو. صراحه عنده السلعه ديالو زوينه نقيه، وان شاء الله الا مشيتو عنده راه غادي تعجبكم نتوما. بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا المعن ديال اينوكس، راه هاد المعنات هادو ديال برا راه كيكونوا زوينين حسن من المعد الإينوكسي كيني دابا اللي هما جداد. بالنسبه للحويجات الاخرين كاينين، كاينين ديكورات، كاينين المواقن، كاينين هكا الصندالات ديال العيالات، كاينين ديال الرجال، كاينين السبرديلات، وكاينين بزاف ديال الحوايج. وعندو الحويجات هكا ديال الرجال اللي هما باقيين جداد، يعني ما مستعملينش، بانوا لي عنده. وكاينين الكوكوتات حتى هما، الكوكوتات ما كاينينش في هذه البلاصه، كاينين في واحد البلاصه اخرى. مشيت عند شحال من واحد كاين في هذا الشارع هذا، صراحه ما عجبونيش، عندهم السلعه ديالهم يعني قديمه، واخا عندهم الناس ولكن السلعه ديالهم صراحه ما عجبتنيش. الا هذا السيد هذا عنده السلعه صراحه زوينه، وعنده الاختيار، عنده سلعه كثيره، والمحل ديالو راه كبير شويه، يعني ماشي شي محل صغير. انتم كتشوفوا هذه الطنجره، هذه الطنجره كبيره، يعني كبيره وراه صحيحه، كتبان صحيحه. شوفوا لي هذه تبارك الله شحال زوينه، اش نقول لكم، دابا هذه مقيله ولا جميله، صراحه زوينه الديكور ديالها، وكتبان صحيحه. انتم كتشوفوا الاينوكس ديالها، ويعني كتبان شاده في راسها. صراحه تبارك الله السلعه ديالو عجبتني، ويعني الجوده ديالها زوينه، يعني كيقلب على معنات ديال اينوكس راه بحال هادو اللي زوينين. وكنتمنى يعجبكم هذا المحل هذا، ولا بغيت نصور لكم بحال هاد المحلات قولوها لي في التعاليق ان شاء الله نصورهم لكم. وغادي نخلي لكم النمره ديال السيد في صندوق الوصف الى بغيتوا تعيطوا ليه ولا بغيتوا تسولوا على شي حاجه. وغنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء.